السلام عليكم عمي مختار. والله راه نبعث لك الفيديو هذا. انا عندي مشكل في الموتير مكونف هذا في البيجو، موتير جديد ماشي 90,000 شيء. التخيرة الاخرى هذه لقيت فيه مشكل انه ينقص الزيت، ينقص الزيت لما تبعت مليح 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 لاطول تاع الزيت، لقيت الزيت في الفيلتر. الزيت يخرج لي على الفيلتر هذا. هيا حليت تحت هذا، تحت طليت من هنا كما راكم تشوفوا. لقيتو يطيش في الزيت، كما راكم تشوفوا يطيش في الزيت خضر خلاص. كي نكسي ليري الزيت يطيش فيه خضر خلاص. مع انه الموتور جديد ماشي 90,000 وشيه، كي بدلت الموتور الجديد هذا، هذا ركبت تاع القديم لافانو جيار، هذه تاع القديم. يا ريت عمي مختار يشوف لنا هو والمشاهدين تاع القناة، شوفوا ترى وش هي المشكل هذا وباش نستفادوا معانا اكل. مع العلم انه الموتور مي عطينا حاجه، الموتور مي يدخلش، الموتور مي فابوريش، مي بخرش الزيت الحمد لله. وش هي المشكل في هذا؟ الزيت يطيش في الزيت. وشكرا لكم، كان معاكم حمزه من عنابه من ولايه الجزائر. شكرا لكم خوتي، ربي يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن بالطريقة هذه تعرف أن المحرك نتاعك يخرج الزيت من الموتور ولا لا؟ ها من هنا بالطريقة هذه، شوفوها الطريقة هذه. كنا حينا كولكتير وقعدنا نخدموا فيها هي بلاش كولكتير، ونشوفوا باش نجموا نخرجوا إذا كان الزيت يخرج ولا لا. الطريقة الصحيحة اللي باش يعرف فيها الموتور ياكل الزيت ولا لا، يعني يخرج الزيت من الشكمة ولا لا، كونك انت تفك الكولكتر هذا وتعمل العملية هذه اللي عملناها. هذه السيارة هذه مولاها يشكي من ماكلة الماء ويشكي من ماكلة الزيت، وكان الموتور ما يدخل لحد شيء، ما فماش تضيع زيت وما فماش تضيع ماء. احنا فكرنا نحينا الشكمور كولكتير وجينا نشوفوا، شوفوا هنا شوفوا الزيت كيش خرج، شوفوا الزيت كيش خرج من هذا، من الاول ومن الرابع، شفتوهم الاول والرابع يخرجوا بالزيت. هذا هي الصوت، وهذا هي الزيت كانه مخلط شويه بين شويه ماء، وريتهم شويه بخار، وهذا هي الزيت صافي، شفتوه كيش خرج. هذا مازوت ما يخرجوش، هاي تو خليها تخدم حوالي نص ساعه وشفناها.